أبرز عناويننا الإخبارية لهذا النهار مع تفاصيلها، ونبدأ مع خبر مؤسف جدا. يعني مصرع 10 طلاب كان جراء السيول في جنوب البلاد، هذا العنوان. أما التفاصيل، أعلنت الشرطة مساء أمس الخميس أن 10 طلاب لقوا مصرعهم جراء السيول التي جرفتهم جنوب البلاد، وجاء ذلك بعد ساعات من البحث عنهم في منطقة وادي المرقب خلال قضائهم لرحلة مدرسية. وفي تفاصيل هذا الخبر أيضا دوريد، يشار أن الحديث يدور عن مجموعة طلاب وطالبات أنهوا المرحلة الثانوية وكانوا يتعلموا في إطار كلية بنت سيون التحضيرية التمهيدية للخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي. قاموا بزيارة وادي المرقب، وتقدر الشرطة أن المجموعة دخلت الوادي بدون اعتبار التحذيرات اللي وجهتها دائرة الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات وسيول في المنطقة. يعني في نفس الوقت أعلنت الشرطة عن اعتقال 2 من العاملين في المدرسة والهيئات المسؤولة عن إقرار الرحلة بعد تحقيق طويل عشان يعرفوا عن الظروف وملابسات هذا الحادث، ملابسات إقرار الرحلة رغم التحذيرات من الشتاء من الأمطار الغزيرة والسيول اللي ضربت المنطقة نتيجة لكل هذا اللي حدث. يعني خبر مؤسف وفعلا مأساة حلت يوم أمس. ننتقل إلى عنوان آخر أيضا مؤسف موجع جدا، تحديدا في أم الفحم. أيضا يوم أمس سمعنا وتناولت الشبكة الاجتماعية هذا الخبر، رش طلاب بغاز الفلفل خلال عودتهم من المدرسة. ويجري الحديث أنه مجهول قام يوم أمس برش غاز الفلفل الحارق على مجموعة أطفال في طريق عودتهم من مدرستهم في حي المحاميد بمدينة أم الفحم، وهالحادثة أسفرت عن إصابة 7 منهم بالاختناق والحروق في عينيهن. وبحسب شهود عيان، أقدم سائق سيارة ما تمكنوا من تحديد هويته على رش الغاز باتجاه الأطفال بدون معرفة السبب، وتم نقل للعلاج في مستشفى هعامك في مدينة العفو. صحيح، يعني وفي كمان بيان صدر عن المستشفى أنه 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 10 سنين وصلوا إلى المستشفى يوم الخميس يوم أمس وتلقوا الإسعافات الأولوية والعلاجات في غرفة الطوارئ بقسم الأطفال. طبعا ما في معلومات لدينا، هيك قال المستشفى، حول الحادثة حتى هذه اللحظة. وبالمقابل وبالإضافة أيضا، بلدية أم الفحم أصدرت بيان وذكر ما حصل في محيط مدرسة عمر بن الخطاب والزهراء ورش غاز مسيل الدموع في وجوه طلاب أطفال أبرياء بعمر الورود، هو عمل مشمئز وغير مسؤول ليندى له الجبين ويوحي بعدم احترام حرمة وقدسية المدارس وبراءة الطفولة، ويعتبر سابقة وحديد جديد يعني ينزلق إليه مجتمعنا في كل ما يخص موضوع العنف. ما فيش ولا أي تبرير فعلا لهذا الموضوع، غريب غير مقبول، وننتظر التحقيق في هذا الموضوع 100%. وبفقرتنا الأولى رح نتناول هذا الموضوع من جانب آخر، كل موضوع التنمر إذا بدخل في هذا المنحى أم لا، رح نسمع من ضيوفنا في هذا النهار في الاستوديو. يوم أمس كان إحياء لذكرى وفاة الراحلة الفنانة صديقتنا ريم بنا في مدرسة مار يوسف في مدينة الناصرة، والتفاصيل كالتالي. يعني بادر أفراد عائلة وأحباء الفنانة النصروية الراحلة الباقية ريم بنا أمسية خاصة في قاعة مار يوسف في مدينة الناصرة التي عجت في بالحضور، إذ قامت والدتها الشاعرة زهيرة صباغ باستقبال محبي ريم ذارفة الدموع مرحبة بهم وشاكرة لهم حضورهم، كما شارك بالأمسية العديد من الشخصيات البارزة نصرويا وأيضا فنيا. فضائية مساواة طبعا دوريد قامت بنقل مباشر لهذه الأمسية التأبينية، ويذكر أنه خلال الأمسية شهدنا كلمات أو سمعنا كلمات مسجلة متلفزة، أيضا كان في مداخلة من معالي وزير الثقافة الفلسطيني دكتور إيهاب بسيس وأصدقاء المرحوم وقامات فنية على مستوى العالم العربي. والعائلة طبعا تعد بمواصلة تخليد ذكرى ريم كما تستحق بإطار فعاليات فنية وثقافية على مدار العام. بكل تأكيد المشاركة كانت جدا كبيرة وواسعة، يعني كانوا من أسماء جدا بارزة من العالم العربي، ذكرناها امبارح في الفقرة الفنية مع مقدم الأمسي يوم أمس الإعلامي بسيم دموني، ذكرنا كان الزاهي وهبي وزياد الرحباني مارسيل خليفي وكثر كانوا موجودين عبر سكايب أو عبر الهاتف أو برقيات ورسائل
الله يرحمها ريم الله بني. يرحمها. دائما بنقول يرحل الجسد ولكن يبقى الارث العظيم اللي تركته لنا يا ريم. الى موضوع اخر، نتحدث مجددا عن قضايا الارض والمسكن اللي تعتبر هيك باولويات اهتمام لجنه المتابعه على وجه الخصوص. لجنه المتابعه تدعو للمشاركه في مؤتمر الارض والمسكن بين الموجود والمنشود. وفي تفاصيل هذا الخبر، دعت لجنه المتابعه العليا لشؤون الجماهير العربيه للمشاركه الواسعه في مؤتمر الارض والمسكن اللي راح تعقد المتابعه، طبعا متابعة لجنة الأرض والمسكن المنبثقة عن مؤتمر القدرات البشرية، وذلك في الساعة الثانية بعد ظهر يوم غد السبت في قاعة المركز الجماهيري في قرية إكسال. يعالج المؤتمر جوانب عدة في المعركة من أجل الأرض والمسكن بمشاركة ذوي اختصاص أكاديميين، إلى جانب مناقشة تاريخية وحالية أيضا في النضال من أجل الأرض. وقال رئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركي أن هذا المؤتمر يصب في إطار الجهود الجماعية اللي تسعى لجنة المتابعة والمجتمع ككل لتطويره، وبهدف تطوير آليات معركة الأرض والمسكن. مثل ما ذكرنا، هاي قضية مركزية وأساسية في معركتنا بهدف البقاء والصمود، وتسعى لجنة المتابعة من خلال هذه المؤتمرات لتطوير أدوات نضالية جديدة تتلائم وحجم التحديات. نعم. أما الخبر التالي نتحدث على تصعيد لكن بصبغة مختلفة الآن. مجلس الأمن، خاص في مجلس الأمن، انتقادات لإسرائيل وأمريكا بسبب غزة ونقل السفارة. واجهت إسرائيل والولايات المتحدة أمس الخميس انتقادات حادة خلال جلسة مجلس الأمن بسبب الاعتداءات التي ترتكبها ضد المتظاهرين السلميين والعزل قرب الحدود مع قطاع غزة، وكذلك بسبب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاحتفال المقرر يوم 14 أيار، أي في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني. وعبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه العميق بشأن غياب أفق الحل السياسي وتدهور الأوضاع الإنسانية في والسياسية أيضا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وحض ملادينوف في كلمته أمام المجلس إسرائيل على التقليل من استخدام الذخيرة الحية، وشدد على أن القوة القاتلة يجب أن تستخدم فقط كآخر خيار. وذكر أيضا بأنه 4 أطفال على الأقل قتلوا برصاص الرصاص الحي الإسرائيلي. وقد عرقلت الولايات المتحدة مرتين إصدار بيانات في مجلس الأمن اللي يعبروا عن القلق إزاء استعمال العنف وأعمال العنف الإسرائيلي في غزة. وكالعادة تبنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الرواية الإسرائيلية التي تحاول تبرير الممارسات والانتهاكات، واتهمت حركة حماس كالعادي باستخدام الأطفال دروع بشرية. نعم. اجتماع جديد بترقب له الاثنين القادم، منظمة التحرير الفلسطينية تعقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني. بموجب قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يعقد المجلس الوطني الفلسطيني أعلى هيئة تشريعية فلسطينية جلسة خاصة، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق في 30 نيسان، وذلك في مدينة رام الله. وسيناقش الاجتماع وضع استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وخصوصا بعد قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بمدينة القدس المحتلة، إضافة إلى تحديد العلاقة مع إسرائيل. كما سيتم خلال جلسة المجلس الوطني انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير ومجلس مركزي جديد لها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع دريد ينضم إلينا مباشرة من رام الله عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي والمحاضر في جامعة القدس دكتور أحمد رفيق عوض. صباح الخير دكتور أحمد. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا سالم. أهلا بك. بداية للي ما بعرف دكتور، بإذنك يعني لنعرف المشاهدين أولا على المجلس الوطني الفلسطيني وأهميته كمؤسسة تمثيلية ومركزية في مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني بإذنك. نعم، المجلس الوطني الفلسطيني هو أعلى هيئة تشريعية كما ذكرتم، هو عمليا المرجعية الكبيرة والأخيرة للشعب الفلسطيني، وهو يتكون من كل ممثلي الشعب الفلسطيني، أي يدخل فيه يعني عضويته، يحصل على عضويته الفصائل الفلسطينية العاملة في الميدان،
وكذلك النقابات والاتحادات والروابط والجمعيات والشخصيات الاعتبارية وشخصيات مستقلة ذات حيثية. أغلبية هذه المشتركين أو المشاركين في هذا المجلس هم عمليا أو نظريا إذا بدك منتخبين من قبل فصائلهم أو اتحاداتهم أو نقاباتهم أو جمعياتهم. يعني هذا المجلس الوطني يأتي من خلال انتخابات إما يمكن عملها أو بالتوافق أو بالتعيين، لأنه هذا تعرف الشعب الفلسطيني شعب مشتت، احنا شعب صغير، والعالم الغربي الاستعماري شتتنا في قبل 100 سنه تقريبا، وبالتالي نحن هذا المجلس يعيد لملمه الشعب الفلسطيني من كل اماكن تواجده، وبالتالي هذا المجلس يمثل الشعب الفلسطيني كله ايضا نظريا وعمليا، وهو الذي يحدد الميثاق الوطني الفلسطيني، وهو الذي يعني اذا بده يعمل تعديلات على الميثاق بيعمل، هو الذي يحدد السياسات، هو الذي يحدد البرنامج السياسي، هو الذي ينتخب لجنه تنفيذيه تقوم على تنفيذ سياسات المجلس الوطني ويحاسبها ايضا ويراقبها ايضا، وكذلك ينتخب المجلس المركزي اللي هو يعني حلقه وصل ما بين التنفيذيه والمجلس الوطني. هذا المجلس الوطني ايضا يعني اللجنه التنفيذيه تعرض امامه التقرير المالي والسياسي، وايضا هذا المجلس هو الذي يحدد اتجاهات الشعب الفلسطيني كله، بمعنى المآلات، المقاصد، الاطر الكبيره، العلاقات، كل ما يخص حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني. المجلس الوطني هو اذا بدك عمليا يعني في هو يشبه البرلمان في المنفى، هو المظل الكبير اللي انبثق على منظومة التحرير الفلسطينية، هو أحد أهم مؤسسات الشعب الفلسطيني الذي يجب المحافظة عليه وتعظيمه والعودة إليه في كل مرة، لأنه هو سيد نفسه، هو القادر على أنه يغير الاتجاهات والسياسات والبرامج أيضا. بدون شك دكتور. دكتور، إذا ما تحدثنا عن التوقيت، لماذا من وجهة نظرك يعني هنالك أهمية خاصة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة تحديدا؟ وأيضا الشق الثاني من سؤالي، لأنه حضرتك ذكرت كل موضوع تحديد الاتجاهات، السياسات والاستراتيجيات، يعني ما هو سقف التوقعات من الدورة القادمة للمجلس من ناحية اتخاذ قرارات مصيرية؟ نعم سيدتي، سؤالك بالقسم الأول أنه لماذا هذا الوقت؟ أولا من سنة 2009 عمليا النظام الفلسطيني توقف على أنه يجدد نفسه، يعني الانتخابات الرئاسية توقفت، التشريعية توقفت، اللجنة التنفيذية أعضائها بعضهم انتقل رحمة الله تعالى، بعضهم بلغ من العمر يعني سن لا يمكن بعده انه يمارس عمله، المجلس المركزي كذلك الامر. عمليا من سنه 2009 كما قلت توقف النظام السياسي الفلسطيني عن تجديد نفسه وعن الحصول ايضا على شرعيه، ايضا يعني بالاضافه الى الانقسامات ووصول العمليه التسويه كلها الى طريق مسدود، وتنكر الامريكي الاسرائيلي لعمليه تسويه بكل ابعادها، كل ذلك يجعل من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ضروره لاولا لتجديد الشرعيات، ثانيا لانتخاب اللجنه المركزيه واللجنه التنفيذيه اللي بتضم عمليا كل فصائل منظومة التحرير الفلسطينية بالإضافة للمستقلين، أيضا لوضع رؤية جديدة وبرنامج سياسي جديد يرد على المخاطر والتحديات التي نواجهها الآن. والمخاطر هذه هو أولا يعني وصول الجميع إلى طريق مسدود، أزمة كبرى، تخلي أمريكا وإسرائيل عن اتفاق أوسلو، محاولة إسقاط حل الدولتين، محاولة فرض صفقة القرن، إعادة العلاقات المختلفة مع المحتل وطريق والأداء الجديد، أيضا مناقشة كل هذا المشروع كله، ما الذي حصل، أين أخطأنا، كيف يمكن أن نتجاوز هذا الخطأ،
كل ذلك هذا نعم. من مهمة المجلس الوطني أن يجيب على هذه الأسئلة، لأنه بالمناسبة نحن في أزمة كبرى، ونحن وصلنا أيضا إلى طريق مسدود. المجلس الوطني الفلسطيني نعم. اللي هو أعلى هيئة فلسطينية عليها أن تجيب عن هذا السؤال. نعم بالضبط اللي بتتفضل فيه دكتور، يعني إلى أي مدى ستكون لقرارات المجلس الوطني تأثير على التحركات السياسية الفلسطينية، تحديدا إذا ممكن نتناول موضوع ترامب ونقل السفارة، أيضا توقف العملية السياسية، العمل على تفعيل الأدوات الدولية. تماما يا أخي تماما. نعم. هذا السؤال بالضبط، هذا المهم بالضبط. أنه المجلس الوطني الفلسطيني الآن هو مطلوب منه أن يرد على كل هذه الأسئلة، أن يرد على أن يجيب على برنامج سياسي جديد، أن يجيب عن خطوات سياسية عملية مرنة ممكن للتطبيق في المستقبل القريب، أن يجيب على أنه تجديد الشرعيات من أجل أن تمتلك قدرة على التصرف ولا أحد يشكك في شرعيتها أو تمثيليتها، أن يجيب عن علاقة مع المحتل، أن يضع بدائل عن ما تم فشله وتم تجربته وفشل، عليه على المجلس الوطني الفلسطيني أن يضع البدائل، عليه أيضا أن يوحد الشعب الفلسطيني كله على برنامج وعلى صياغة وعلى استراتيجية قابلة للتطبيق ومرنة ويمكن أن تتصاعد ويمكن أن تصل إلى ما يجب أن نصل إليه. على هذا المجلس أن يجيب عن كل هذه الأسئلة بنتائج ومخرجات قادرة على التحقيق كما قلت والمرونة وأيضا تسويقها، بالتالي هذه القرارات ستكون مؤثرة، مش بس مؤثرة، هي التي ستعتمد للعمل، هي التي تعتمد للدبلوماسية وللنضال وللتقدم ولتجميع الأصدقاء ولحشد جبهة كبيرة من العرب والعالم أيضا لمجابهة هذا الفشل وهذا التجبر أيضا الأمريكي الإسرائيلي. نعم. الكاتب والمحلل السياسي والمحاضر في جامعة القدس دكتور أحمد رفيق عوض، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لتواجدك معنا. شكرا. نعم. لدكتور أحمد. وهي مشاهدينا كانت فقرتنا الإخبارية وأبرز العناوين، على أمل أنه نفتتح يوم الأحد بعناوين أكثر إيجابية.